أؤكد تماسك مؤسسات الدولة المصرية خاصة في مجال التعليم والتربية ومحو الأمية. اليوم في اثنين اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف. اسمحوا لي أشكر معالي الوزير ووفده الكرام إنه دي لأول مرة الأوقاف تساهم بشكل كبير جدا في حل مشكلات اجتماعية مزمنة سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجالات تنموية كثيرة جدا. بدأت البوصلة تتجه بشكل صحيح إلى هذا البعد المجتمعي والتنموي داخل مصر. مشكلة التعليم في مصر مشكلة كبيرة جدا. الوزارة هي المسؤول الأول عنها نعم، لكن ليست المسؤول بشكل كامل. المجتمع لازم يكون مشارك في هذه المسؤولية لأنه مستقبل مصر كله في التعليم إن شاء الله. في بروتوكول تعاون بين الوزارتين في بناء المدارس. هذه المدارس ستكون بشكل مميز جدا. البروتوكول الثاني عن تعاون في مجال محو الأمية، وإن شاء الله يوم الأحد القادم في لقاء لأكثر من 5 وزراء عشان نطلق مبادرة مشروع قومي لمحو الأمية في مصر وفقا للدستور الجديد. وأتصور أن هذه المبادرة ستطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية مباشرة بإذن الله تعالى. وزارة الأوقاف كوزارة جزء منها يتبنى رعاية أموال الوقف. أموال الوقف المفترض أن هذه الأموال تعود بالخير على المجتمع على شرط الواقفين، وجزء كبير جدا جدا من هؤلاء الواقفين أوقفوا أموالهم للتعليم والتربية وإصلاح المجتمع وما إلى ذلك بوسائل وصور مختلفة. لذلك سعدنا أن نمد هذا العون والمساعدة لبعضنا البعض في أن نتبنى إنشاء مدارس تعاوناً ما بين وزارة الأوقاف وما بين وزارة التربية والتعليم. حضراتكم عارفين أنه المدارس لا تكفي حاجتنا من حيث الأعداد، أعدادنا زايدة والكثافة في أماكن بتتجاوز 70 و80 في الفصل الواحد، والمدرسة يمكن أن يكون فيها مرحلة صباحية ومرحلة مسائية وربما تضاف إليها ثالثة، ففي عجز في المدارس. فلذلك أن نتعاون معا في أن نوفر المدرسة العصرية المتميزة، المدرسة التي تقل فيها الأعداد وتقدم فيها المناهج في أوضاع إنسانية تليق بمن يأتون إليها، أمر من الأهمية بمكان. ولذلك نحن سعداء بأن نوقع هذا البروتوكول، بروتوكول التعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدارس يسميها مدارس وزارة الأوقاف أو المدارس التي نضع عليها شعار تربية والتعليم وشعار وزارة الأوقاف، وأيضاً أن نقدم من خلال هذه المدارس مادة إسلامية، مادة تربوية، مادة تكيف وتكون الإنسان إضافة إلى ما يتعلمه أن يكون إنساناً صالحاً.